السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عمود كده شكله عجبني، عايز أبدأ أرسمه معاكم. هقول له أنا عايز أرسم missing insect. هو العمود عبارة عن شكل حاجات كده بتلف حوالين العمود، هنشوفها مع بعض. embellish mass، أسميه mass 1، وأبدأ أقول له أنا عايز أرسم بوليجن وليكن مثلا 8 بالشكل دوت. عايز بقى أرسم أقواس، فأقول له أنا عايز أرسم هنا start أهوت، قدر الإمكان نخليهم كلهم بنفس المقاس. ممكن ناخد الأقواس ديت ونعمل لهم ميرور، من النقطة دي للنقطة ديت بالشكل دوت. ممكن بعد كده أقول له ألغي الشكل الداخلي دوت، ظهر عندي العمود بالشكل دوت، أعلم عليه وأقول له create form، فيبدأ يعمل لي الفورم بالشكل دوت. هبدأ أقول له خلي ده up تمام، وبعد كده هقول له أنا عايز أعمل روتيت للجزء اللي فوق، أعلم عليه وأقول له روتيت، يظهر معايا بالشكل دوت. ده هقول له روتيت كمان، اقول له ماتيريال، وهخش هنا اختار اي ماتيريال، واقول له فينيش ميس.